اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه رقم 28 من الوقت ثرو لهولو نايت. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. في عنا مجموعه من التروفيز واللوس انز، شغلات احنا مش عاملينها. فاول واحده بدنا نعملها بدنا نقتل دريم وورير اللي هون، كونه هذا اخر واحد. بعدين بدنا ناخذ الجرب، بعدين بدنا نعمل التروفي اللي هي توصل الديليكيت فلاور، اوكي، اللي هي بدك توصلها، بدك توصلها لهون من كينغدمز ايدج. هاي في عليها تروفي، في عليها ماسك شارد، فراح نعملها. واذا ضل معنا وقت راح نعمل اخر ترايل موجوده بالكوليسيوم. فمن ديبنس بدنا نبلش هون، اوكي، ونروح هون. راح يكون في عندنا دريم وورير اللي هو جيلن. احنا جربناه مره بس ما كناش عاملين ابجريد ولا اشي، والموست قتلته ولكنه بالاخير تمكن مني. بس هلا المفروض ما يغلب. قبل ما تقتله لو تمشي هون على الشمال وتطلع فوق راح يكون في عندك لايف في بلود، فمو غلط تاخده اكسترا هيلث. وين رايح؟ تعال. تمام، بتبلش فيه. هلا الزلمة معه سايف جيلن، سايف راح يضله يلحقك وين ما انت رايح، فانت بدك تعمل دوجي ثرو. بس توصله 50% بطلع كمان سايف صغير، توصله 25% بطلع سايف صغير. شود بي ايزي. هاي السايف. يعني حاول قدر الامكان تخليه هو في مكان والسايف بمكان، ولا تاكل دمج من السايف. هيك فتنا الفيز الثاني. هيك فتنا الفيز الثالث. وهيك بكون مات. هلا احنا اوريدي خلصنا الابجريد تبع الدريم نيل. وزي ما حكيت هم توتال الوريورز هدول هم توتال 7 في الجيم، اوكي. فلو في واحد ما بدك تقتل اتس اوكي، يعني معانا 2800 اسنس which is fine. اوكي هلا من هون بدي اروح اجيب اخر جروب، وبعد الجروب رح ناخذ التروفي، كونه لميناهم كلهم بتروح عند الجروب فاذر وبتاخذ باقي الجوائز تاعتك. ففي تروفي انك تنقذ كل الجروبس. اوكي هلا لو منتبهين انا هذا زي ما حكيت هذا الجروب الوحيد اللي انا ضايل، انت ممكن يكون ضايل لك واحد تاني غيره. فشوف الطريق الاقرب هو فعليا من فوق اقرب. كيف بتعرف وين ضايلين الجروبس؟ في عندك التاور اوف لاف، في بوس، هذا البوس اسمه ذا كوليكتر، اوكي. ذا كوليكتر بمجرد ما تقتله تمشي وراه بالضبط راح تلاقي شو اسمه، راح تلاقي ماب. هاي الماب اسمها ذا كوليكتر ماب، بس تاخذها ببين لك وين الجروبس اللي رايحين عليك. ففعليا انا كان ضايل لي واحد بس، كان ضايل لي اثنين فعليا، واحد موجود ب الواتشر سباير والثاني اللي هو هذا. فبس تاخده بتروح عند الجروب فاذر وبتاخد تروفي. تمام زين هون، اوكي من هون بدنا نفوت على اليمين 100%. اوكي من هون بدنا نطلع لفوق. على فوق عم بحاول قدر الامكان اخلص هذا المكان السيء وما ارجع له. المفروض اني ما ارجع له بس اخلص هدول لانه ذاتس ات المفروض. اوكي تمام، واحدة لفوق من هون على اليمين وفوق. اي اوكي وين في يمين هون؟
يكون فوق معناته لسه. اسهل الحياة والسلاح تاعك ملفل، هذول كانوا بدهم 3 ضربات ليموتوا. اوكي كمل من هون. طب خلص خلص يعني مش معقول لاحقيني. خلص تمام من هون، تعال بهذا الاتجاه من هون فوت على اليمين. اعتقد انه هاي وراء هيدن وول انا ما شفتها مثلا. ايوه بالضبط هاي هي هيدن وول، ما عم بحاول اتذكر مكانها وهي فعليا هيدن وول انا كنت ناسيها. هلا هون اذا بتنتبهوا في جرب، في كمان وحده والثالثه والرابعه، ثلاثه منهم عباره عن ميمك. اوكي الصح هو هذا الثالث، فحرر الثالث هذا هو الصح. هلا هذول الثلاثه ميمكس اذا بدك تقتلهم جو اهيد. انا مش كثير بحب الميمكس بس هذا مثلا. اوكي فانت الثالث هو اللي انت بدك اياه، الباقي ميمكس. فلو فتت هون هلفك واطي انتبه من هذا الموضوع 100%. اوكي خلصنا هذا المكان السيء الى الابد باذن الله، راح نرجع له طبعا مع الدي ال سي. هلا احنا اخذنا الدريم جيت اللي هو حكيت لك تفتح بورتال تمام. لو تتطلع عند ديرت ماوث هون في عندك دائرة لونها أصفر، هاي الدائرة هي البورتال تاعي. أوكي أنا هناك حطيت البورتال، أنت بإمكانك تحطه بأي مكان. عشان ترجع بدك تكبس سهم لفوق وتضلك سهم لفوق هي كانت صح ولا سهم لتحت؟ ما بديش أخربط وأحط البورتال هون هلا. hold down while using the dream nail to set. أوكي مظبوط، معناته سهم لفوق وضلك hold مثلث، ضلك كابسهم التنتين مع بعض، مفروض هيك ترجعك على البورتال اللي انت فتحته. اوكي كل مرة تستخدم فيها البورتال حقها واحد اسنس. فوت هون، خلينا نروح ناخذ التروفي. مش من هون التروفي. اوكي نروح على جراب فادر زي ما حكينا. ناخذ التروفي تاعته. هلا فعليا ضايلنا يمكن بس كم من جائزه. كونك حررتهم كلهم حتاخذ التروفي انك حررت ال 41 جرب. بيعطيك كينج زايدل. والله مشكور مشكور ما قصرت حجي. طبعا احلى اشي يلا كونك حررتهم كلهم يعني سبويلرز عليك عم بحرق لكم. اخر ايتم تاخذها جربر فلاي اليجي، لو تروح تعمل ريسترجع حيكون ماكلهم كلهم سبويلر عليك، حتلاقيه ماكلهم. هلا صار معانا 10,000، بدنا زي ما حكيت انا بدي 15,000 عشان نقوي هبلاك. طبعا باقي باقي التشارمز اللي هم البريكابل اللي هم حاليا فراجايل. اوكي بدك تحولهم لانبريكابل. هدول بمجرد ما انت اخذتهم يعني فيش داعي تفرم عشان تحولهم لانبريكابل. اوكي اللي هم هدول الثلاث فراجايل احنا حكينا، هدول الثلاث اذا استخدمتها كنت لابسها ومتت راح تنكسر، فبدك تروح على الجيتر عشان تصلحها. فبمجرد ما انت تجيبهم هدول الثلاث بيعدوا لك باتجاه التروفي. هلا اذا بدك تعملهم ابجريد بامكانك، بس زي ما حكيت هذول ما بيفرق معك في التروفي، فاللي بريحك. اوكي انا بفضل كثير اني اعملهم ابجريد خصوصا السترينج لاني كثير راح البسها. زي ما شايفين ضايل لنا 3 تشانز، واحده منها حناخذها في الدي ال سي اللي هو جنبنا، بس هذا حنعمل الحلقه اللي جايه او اللي بعدها، وهذول التنتين راح ناخذهم از وي جو. فمن هون حكيت ضايل لنا التروفي. قبل التروفي احنا المره الماضيه خلصنا الوايت بالاس صح، ولما خلصنا الوايت بالاس اخذنا
النص الثاني من التشارم اللي هي كينج سورد، تمام؟ فمن هون اروح على ال سوري على الديستانت فيليج، اوكي مش الحلقه الماضيه اللي قبلها. في الديستانت فيليج راح نروح على الابس، اوكي راح نروح على البيرث بليس تاعنا. هاي الدنجن او سوري الدنجن، هاي التشارم مش على الديستانت فيليج. ليش اجي الديستانت فيليج؟ انا بروح على الهيدن ستيشن، روح على الهيدن ستيشن، فهناك البيرث بليس. هلا هذا اخر اشي بدنا نعمله، هذا الاشي كتير ضروري نعمله عشان نجيب الاندينج، الترو اندينج للجيم. اللي راح يصير هون التشارم هاي اللي معاك البيور وايت راح تتحول لبيور بويد، تمام؟ فانت بتصير كمخلوق انت بتصير مكتمل لانه البسل تاعتك صارت كلياتها بويد، وهذا اللي انت بدك اياه عشان تجيب الترو اندينج. فانزل على الابس، اوكي فن فاكت، الابس مستحيل مستحيل تنزل من فوق بدون ما تخبط بارض، يعني ما راح تقدر تنزل من فوق لا اخفض نقطه فيها ب وان اتمت. وين ما تمشي راح تخبط، لازم تخبط بشيء، لازم تنزل على ارض، ما راح تنزل دايركت للاخير. اوكي هلا بمجرد ما تنزل على الابس، لو تيجي هون وين تيجي هون، هون هي صح؟ تبا لازم اكون لابسها، لازم اكون لابس التشارم. هلا هون بدنا نرجع نتشعبط لفوق. طيب ميك شور انك تلبس التشارم قبل ما تنزل، انا نسيت البسها. اوكي يا الله ما بعد الطريق. في جيو فلاش هون، ما في كمان واحد هون برضه موافق. وصلنا وصلنا، هانت. انا ما عملت ريف فبالتالي مضطر ارجع مشي. اوكي واللي عملت ريست والله ما انا عارف. anyway وصلنا. ميك شور انك تكون لابس هاي التشارم، اوكي بلس جراوندز، ارجع البنش. ما راح يفرق شو راح تلبس لانه احنا موضوعنا هون عباره عن 3 دقائق، تلبس كينج سول، تمام؟ مية بالمية. نرجع على الابس مره ثانيه. الدقيقتين اللي راحوا انا في الطريق انسوهم، يعني ما راح اشطبهم من الفيديو ولكن انسوهم. زي ما حكيت لن تجد طريق تنزل من اول لبس لاخرها بدون ما تخبط بشيء. هلا لبسناها، شفتوا هون كيف الارض صارت تتحرك؟ اوكي بس وقف عليها كونك حامل لابس هاي الاشي التشارم فحتفتح الارض. هلا لو تتطلع فور ذا كريبنس، طلع على الحيطان، طلع على الارض اللي احنا ماشيين عليها كلياتها روز شغلات زينه فيسل، اوكي كلياتهم زينه. ففعليا هذول كلهم محاولات فاشله عشان يعملوا فيسل.
اي بليف في المنطقه هاي ما فيها لوت، ما فيها اي نوع من انواع الايتيمز از فار از اي نو. اوكي اوكي يعني هاي طريقه مسكره. هذا المكان اللي احنا فيه اسمه البيرث بليس، مكان الولاده. هذا المكان اللي انولدنا فيه انا او الكاركتر تاعي. هنا في فويد ستريم الكاركتر تاعي او الهولو نايت او البسل او هذول كلياتهم فعليا كلياتهم ميتين زي ما انتم شايفين. تيجي هون هتلاقي بيضه بتعمله ده تضربها دريم نيل. هون راح تشوف راح يعملوا لك تليبورت لبرا. No cost too great. فزي ما انت شايفين عملونا تليبورت لبرا انت بين الجثث. فاكبس اكس او مربع وهيك عم تطلع. اوكي اللي صار هون زي اللي رجعنا بالزمن، شايفين كلها فيسلز ميتة، كلها فيسلز عم تطلع من فوق، ولا واحدة فيهم زبطت معاهم، ولا واحدة عاشت بين قوسين. No mighty thing. فهم اللي كانوا بدوروا عليه انهم يعملوا فيسل، هاي الفيسل ما فيها عقل عشان تفكر، ما فيها عقل عشان تحكي لهم اللي بيعملوه صح او لا. ما راح يكون عندها ويل، ما راح يكون عندها ال No will to break. بالضبط ما في عندها ارادة عشان تحارب الاشي اللي بيعملوه سواء كان صح ولا لا. فهو فعليا هذا الكريبي بارت اوف ذا جيم، انهم الشر اللي هم فيه. نو فويس تو كراي سفرينج، يعني ما في عنده صوت عشان يبكي اذا كان عم بيعاني، كونه في كوربشن راح يكون جواته. هو فعليا راح يعاني. اسمع الموسيقى، الموسيقى حزينه باسلوب مستفز. بورن اوف جاد اند فويد. جاد اللي هو البيل كينج والوايت ليدي، الفويد اللي هو الفويد الموجود ب الأبس. تابع صعودك إلى الأعلى. Almost there. Pale King والفيسل. فيسل هاي، هذا هو الهولو نايت فعليا. هذا الهولو نايت مش إحنا، مش الكاركتر اللي يلعب فيه، هذا هو، لأنه هو الوحيد اللي قدروا يعملوا من الأبس اللي مخلوق from God and from Void. You shall seal the building light that blazes their dreams. You are the vessel. هذا بيحكي البيل كينج بيحكي مع الهولو نايت، بقول له انه انت البسل، انت الهولو نايت، وانت اللي لازم تحمي السيل هاي. زي ما انت شايفين تحولت لشيء اسمه فويد هارت. هلا الفويد هارت هي عباره عن شارم انت حتضلك لابسها الى الابد. اوكي؟ وما بتقدر تشلحها زي ما انت شايفين، وبس ما بتاثر على الشارمز تاعونك. اوكي ما بتاثر على النوتشز تاعونك سوري. تمام، هي يعني فضي الخمسه اللي كانوا موجودين. هلا هون السيبلينجز هذول راح يبطلوا يهجموا عليك. ليش؟ لانك صرت فويد، انخلقت من الفويد زي ما هم. انت الهولو نايت فعليا هلا يعني بارت من اللور، ممكن اكون مش فاهمه انا 100%، بس هحكي اللي فاهمه. عملوا الهولو نايت كان بدهم فيسل، هاي الفيسل ما تبكي من الالم اللي هي فيها، ما في عندها مايند تفكر، وما في عندها مايند تفكر، وما في عندها صوت يبكي، وبنفس الوقت ما في عندها القدره او الاراده على انها شو اسمه تميز بين الصح والغلط. ليش هذا الحكي؟ لانه اللي كان بيعمله البيل كينج والوايت ليدي اللي كان بيعملوه غلط، اللي هو كان في إله وهم قرروا انهم يتخلصوا منه، مع انه الإله هذا كان صح او خطا بغض النظر، وكان عامل كوربشن. بس هو فعليا عمل الكوربشن متى؟ لما حبسوه. بس قبل هيك كانت عادي الدنيا، الحياه ماشيه، ما كان عندهم مشاكل. بس بسبب طمع البيل كينج هذا الحكي صار، فضلهم يحاولوا يعملوا هاي الفيسل مصنوعه من الفويد. الفويد هذا الاليمنت موجود بالابس فقط، اللي هو المكان اللي احنا فيه. فاللي صار عملوا الهولو نايت الفيسل بعد مئات من المحاولات، وفي واحده ثانيه زبطت اللي هو احنا، اللي هو الكاركتر اللي احنا قاعدين بنلعب فيه.
فأنا بصراحة أول مرة لعبت الجيم تفاجأت إنه أنا مفكر حالي أنا الهولو نايت، بس طلعت مش أنا الهولو نايت. فاللي صار هون التشارم هاي اللي لابسينها سوري التشارم هاي اللي لابسينها عبت الفيسل تاعتنا فويد، فحاليا نقدر نقدر نتخلص من الكوربشن الموجود جوا الهولو نايت او نتخلص من الهولو نايت نفسه. يوركو اوكي تمام، خلصنا هذا البارت، هلا بامكانك تروح تخلص الجيم سمبل، بامكانك تروح تخلص الجيم براحتك. اوكي خلينا نروح نعمل كمان تروفي، فروح على كوينز جاردن. هلا زي ما حكيت بدنا نوصل الورده تمام، اعمل ريستون. هلا زي ما انتم شايفين بامكانك تلبس الباقي اللي انت كنت بدك اياه. تمام هلا اللي بدي اعمله بدي امشي الطريق بالعكس اللي انا المفروض امشيه. ليش؟ عشان افضي المكان. هلا انت بدك تمشي في الماب من اولها لاخرها بدون ما تاكل دمج. اوكي من وين بدنا نبلش؟ من لو نفتح الماب شايفين من هون، لحظة شوي، هاي عندك هون الفوك كانيون بالضبط لهون، من هون اوكي من هون نطلع لفوق ذكية هون بالنص هون هذا الطريق شايفينه، بس عشان تتخيل شو راح تلاقي هون، راح تلاقي طريق كله تونز. اوكي فانت اللي بدك تعمله هون راح تلاقي في قبر هيل سليب تريترز تشايلد تمام، فانت بدك توصل الورده لهون. فانا اللي بدي اعمله بدي امشي الطريق بالعكس، دريم جيت ما راح تشتغل تمام، فبدي امشي الطريق بالعكس عشان افضي الطريق اقتل الانيميز. طبعا هون عادي كثير تاكل دمج بعد كل الطريق اللي عملته، تيجي هون تاكل دمج. بدي افضي الطريق من كل الانيميز اللي ممكن تدمجني وانا ماشي عشان شو اسمه عشان ما عيدش الطريق. اوكي فمن هون بدك تمشي هيك بعدين اقتل هذا لانه هذا ديفنتلي احتمال انه يضربك كثير كبير تمام. هلا بدك تمشي من هذا الطريق، يعني اللي بحاول اعمله انا انه امشي، بامكانك تمشي اي طريق انت بريحك، اي طريق انت شايفه مناسب، اي طريق شايفه اسهل لك. انا بمشي في الطريق اللي فيه اقل انمي الصراحه، في انمي زي هاي ما بتضربك، يعني هاي اكيد راح ترجع تعمل فون الخضره، بس الفكره انها كثير صعب انك تاكل دمج منها. الطريق اللي فيه ليس ثونز، الطريق اللي فيه ليس دمج ممكن تاكله بسبب الانفايرمنت زي ثونز سبايكس اي شيء زي هيك. اوكي زي ما شايفين انا ماشي بطريق فاضي هون تسبح سباحة. طبعا اذا استخدمت الساج ستيشن راح تروح منك الوردة تمام، تيجي هون على الفوك كانيون. هلا من هون الاشي اللي لازم تضربه هذا، هذا لازم تقتله، هدول الصغار راح يرجعوا يعملوا سبون فا اتس اوكي. تطلع هون فوق بالنسبة للطريق راح، وهذا كمان بدك تقتله. بالنسبة للطريق راح احط لكم الرسمة تاعتي او رسمة الطريق فعليا، يعني مش الرسمة تاعتي، الماب اللي مشيت هالطريق بالضبط راح احط لك اياه في الكومنتس بس عشان تتخيل الطريق. يعني هاي كمان غرفة فاضية، احنا سو فار ماشيين ثلاث غرف فاضيين which is very good. يا هلا هدول هدول عادي لو ما قتلتهم كونك انت بتمشي تحتهم anyway، بس just in case why not قتلهم.
تعرفين الكبار اوريدي ما بيعملوا سبون، الصغار ما في مشكلة بموتوا وان شوت، هدول ممكن تقتلهم. اوكي هلا من هون فوت على الغرفة اللي بعدها وبدك تضلك طالع لفوق. يعني هذا الطريق يمكن هو اخطر طريق موجود فعليا، لانه زي ما فيه شو اسمه اللوما فلايز الكهرباء، بس اي اشي انت شايفه ممكن يأذيك ممكن تضرب فيه بالغلط اقتله. يعني هاي مثلا اكيد راح اخبط فيها، هاي انا مش شايفها. اوكي نضلنا طالعين لفوق لاعلى نقطة زي ما حكيت. اطلع اطلع نرجع على كينجز ستيشن. هاي على فوق لفوق ولفوق تمام 100%. خذ هذا لو بتحتاجه. كمل اطلع لفوق، هون بنيجي عند الكينجز ستيشن، سوري عند ال... مش الكينجز ستيشن، هاي عند الكروس رودز. هذول اقتلهم، هذول لازم تقتلهم، ما بيعملوا سبون فاقتلهم. تمام من هون بدك تضلك ستريت، هاي اقتلها. تمام يا هذا هاي الدوده مثلا القوم هاي زي الانفايرمنت دامج اللي عم بحكي عنه. هلا من هون بدك تكمل ستريت. اوكي وبعدين بدك تكمل كمان ستريت. هلا هدول بيرجعوا بيعيشوا، الصغار بيرجعوا بيعيشوا، بس anyway هم بموتوا وان شوت فايتس. اوكي من هون بدك تكمل ستريت برضه فاقتل هاي. اي ناسي هذا وجوده. تمام هلا الاشي اللي بدك تخليه في بالك انه انت بمجرد ما توصل هناك بدك تفتح دريم جيت، بس ما بتقدر تعمل ريسك، لانك لو عملت ريسك هذا الحكي اللي عملناه كله الناس اللي قتلناهم راح يرجعوا يعيشوا. اوكي هلا من هون برضو بدك تكمل ستريت. برضه ستريت هذول هذا اللي فوق مش المفروض انه يلحقنا ولا يشوفنا ولا يعمل اشي. من هون بدنا نطلع، لا برضه بدنا نكمل من تحت. اوكي تيجي من هون. تمام هلا من هون بدنا نروح على الترام ستيشن، فانزل لتحت هذا اقتله، عبي سولز لو محتاج، امشي كأنك رايح على سلوبرا. اوكي في مجال تفقع فقع من هون، اطلع لفوق واطلع لفوق. هلا اذا في الترام، اذا انت طلعت في الترام ما راح يأذيك ال ما راح يخرب الوردة. اوكي الترام ما راح يخرب الوردة، فبنروح على الترام. انسيرت ترام باس، فوت لجوا وروح على الريستنج جراوندز. هانت هانت مش مطولة، زي ما حكيت اوعى تعمل ريست على اي بنش، لانه كل اللي قتلتهم راح يرجعوا يعيشوا. انا حكيت اوكي من هون الى الريستنج جراوندز بدك تضلك ستيت، ومتذكرين الحفره اللي تحت الارض سيئه. هلا بدنا نمشي هناك اللي هي هاي اللي هون. خلينا نمشي للاخر، اخف شو اسمه اخف اعداء. اوكي متذكرين الجراي مورنر اللي هون هي اللي راح تعطينا الورده.
هلا هون بدك تنزل تحت، اوكي بدك تعمله، بدك تقتل هاد، اوكي اقتل هاد كمان جاست ان كيس، تمام. هلا انت طريقك بدك تطلع من هون، فاي انمي موجود في طريقك هون اقتله. فعليا ما في حدا تاني، في هدول بدك تقتلهم جاست ان كيس. هاي هم ماتش. بدك تمشي لعند الصندوق هاي التشيست، اطلع لفوق، اوكي اطلع لفوق. في عندها كرسي لا تستخدمه. هلا الاسهل طريقه اللي ممكن تعملها تفتح دريم جيت هون، اوكي، بحيث اذا انت خبطت باي شيء ما تعمل فاست ترافل، ما ترجع على البنش، بس ترجع بالدريم جيت وبتكمل تاخذ الورده وبتكمل طريقك، اوكي، لانه اذروايز كلهم راح يرجعوا يعيشوا. هي مجرد ما تاكل دمج مش مجرد ما تموت. فبتحكي معاها اكسبت ذا جيفت، الجيفت هي ديليكيت فلاور، اوكي. هلا بدنا نرجع بنفس الطريق اللي مشينا بس بدون ما ناكل دمج، تمام. خلي الدريم جيت هون، اذا اكل الدمج وخربت الورده تطلع هون انفنتوري. طول ما هي اسمها ديليكيت فلاور فهي امورك تمام، لما يصير اسمها رويند فلاور كانه معناته انت هيك خربت الاتشيفمنت، اوكي. خلي هذا هون، اكل الدمج بترجع بتاخذها وبتكمل طريقك، لا تعمل ريست ولا تعمل شيء. دروب الانميز اللي هون ماتوا. زي ما حكيت طبعا شو اسمه فاست ترافل او دريم جيت حتى، او حتى لو مشيت بالستاج ستيشن راح تخرب. اوكي امشي هون، بس هو الترام هي وسيلة النقل الوحيدة اللي ما بتخربه. احنا قتلنا كل اشي في طريقنا، فالمفروض طريقنا سموث ما عدا الانيميز اللي بتموت وان شوت، اللي بتعمل سبون كل ما تفوت تطلع من الغرفة. سبيكت اوكي. يعني ممكن الحلقة تطول شوي بس عشان هاي التروفي، بس مو غلط، ورثت صراحة. اوكي هلا من هون احنا قتلنا الواحد اللي فوق، في واحد كان فوق قتلنا. انزل لتحت، تنزل هون، تمشي ستريت على الغرفة اللي بعدها. الغرفة اللي بعدها راح يطلع لك فيها الصغار، فانتبه منهم. فوت هون، اعمل دمج اتس اوكي، بس ما تاكل دمج. بعدين بدك تفوت من هون، بدك تشيك الورده لساتها شغاله، هيها لساتها شغاله، اوكي ديليكيت فلور. هلا هون بدك تدير بالك، انا فوق مش متذكر اذا في انيميز ولا لا، فراح امشي من تحت جاست تو بي سيف. يعني شود بي ايزي لانهم هذول بس انت بتمشي بتنط عنهم. اوكي هلا من هون بدك تضلك ستريت، انتبه من السبايكس، انتبه من القوم، على اقل من مهلك وصلها. اوكي كمل ستريت، انتبه من هاي. من هون بدك تطلع لفوق ولفوق ولهون، صح مظبوط من هون 100% من هون. هلا برضو كمل ستريت، انتبه هون في شغلات توقع من السقف، اوكي فانتبه منها، مش المفروض انك تاكل منها دمج. نيجي على الغرفة فيها كمان قوم، نروح على الغرفة اللي كان فيها الاسد اللي سبحنا فيها. اوكي جمب جمب. هاي سو فار طريقنا خضرة. هلا هون راح تبلش البرادي شوي، لسبب انه اغلب الانميز اللي هون عاشت. هلا هون ببلش الاشي الصعب، قبل ما تنزل بدك تطلع تحت كل الانميز الصغار رجعوا عاشوا، تمام. فطلع تحت قبل ما تنزل اي مكان، شوف وين بدك تنزل، كون حذر. اوكي
اي نوع من انواع الدمج خربت مسيرتك كلياتها. تمام، انزل لاخر اشي وروح على الشمال، هاي الطريق المفروض انها فاضية، بس هدول راح يرجعوا يشوفوا فيه. ممكن تعمل ايه؟ خلص تخلص منهم كلياتهم، كمل ستريت راح نوصل عند التيتشرز اركايفز، برضو طريق فاضي ما فيه انيميز ما فيه اشي. اوكي، هلا هون الكبار قتلناهم، فامشي نفس الطريق اللي مشيته، بس بدك تنتبه من الصغار. كل هاي من هون بدنا نفوت على الشمال 100%. هون بدك تسبح، برضو مش المفروض انه في انيميز، ف راح تلاقي بس الطبات الخضراء هاي اللي بتطير، وبرضو مش المفروض انها تدمجك. اوكي، هلا من هون بدك تكمل ستريت غرفة الثانية الثالثة، بس هم هدول، وهدول زي ما حكيت بموتوا وان شوت واصلا ما بهجموا عليك. انتبه من الثورنز هاي. اوكي، هينا احنا هيك بالغرفة الثانية. هلا الغرفة هاي بدنا نجيها، بدنا ننزل لتحت. ننزل لتحت هون، ننزل لتحت صحيح، لا بدنا نطلع فوق. مظبوط، كأنك رايح على الستاج ستيشن. هلا هاي الغرفة بدك تدير بالك، لأنه احنا أول ما وصلنا فيش داعي تضيع الحكي هذا كلياته. كل هاي، كل هاي، كل هديك. هلا هذا طريق. اوكي، بتفوت هون اول واحدة تعمل داش، ثاني واحدة جنب وداش، ثالث واحدة دروب وداش، دروب وداش 100%. تيجي هون توصلها هيك، امورك انت في السيف سايد. هذا تريتر سن جوز الجراي مورنر، بمجرد ما عملتها اوكي ترجع بتكبس السهم لفوق ومثلث هولد مع بعض عشان ترجع الجراي مورنر. بس توصل هناك تاخذ التروفي، التروفي اللي اسمها ديليكيت ماتر، على اقل من مهلك تشتغله. اوكي، احكي معاها، وصلته، هلا بتكون هيك انبسطت. هلا تاخذ التروفي، تمام، تاخذ التروفي وايش بتعطيك؟ بتعطيك ماسك شارد 100%. هيك ضايلنا ماسك شارد واحد. ايش، وخلصنا واحده من اطول التروفيز الموجوده في الجيم. هلا اعمل ريست، هلا امورك في السيف سايد. ف هيك خلصنا هذا البارت. هلا فعليا اللي احنا ضايلنا في الجيم بدنا نقتل الفاينل بوس، وفي عنا الكولوسيوم وفول، بعدين بنفوت على الدي ال سي. تمام، ف لحد هون كان معكم جيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها وقت ثرو اكتبوا لي في الكومنتس، ونشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.